كابتن عادل، افضليه للنادي الاهلي وخصوصا اخر نص ساعه في الشوط الثاني، وتعادل غير مستحق بصراحه. زائد كمان في حاجه، هو السؤال احنا عندنا ليه الفار بيبقى اخرس في الحالات التحكيميه بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي، وشفنا كوره لايمن اشرف طلعها عادي من قدام ايريك تراوري، الفار قعد دقيقتين ولا دقيقه وشويه كابتن جاد جريشه بيتكلم مع الفار. لا وعدوه 4 مرات ولا 5 مرات بتتعاد اخراجيا 5 مرات. طيب هو اخرس ليه الفار في الحالات بتاعتنا؟ بص بقى، خلينا نتكلم باستفاضه في حته التحكيم دي عشان انا قتلتها بحث كتير. رقم واحد، الحكام عندنا اول حاجه بيجيب لك انت لاعب حوالي 8 ماتشات في الدوري او 9 مباريات، لا ما جاي لك بس 3 حكام دوليين بيجربوا فيك. ليه بيجربوا فيك؟ علشان لما الحكم يخطا يقول لك اهو صغير لسه بادئ معلش. لكن الحكام الكبار زي جهاد جريش النهارده، انا من عادتي ما بحبش اتكلم على التحكيم، بس الى متى انك ما تتكلمش على التحكيم؟ هقول لك حاجه مهمه قوي. النهارده البنالتي اللي بتاع النادي الاهلي، انت بتتكلم في تيم صرف ملايين الملايين اللي هو بيراميدز، بمعنى انه فريق قوي دايما. السنتين اللي فاتت او السنه اللي فاتت كان في صراع ما بين الانديه، يمكن بيراميدز كان طرف ثالث في الكوره يعني في الترتيب، ففرقه كبيره. لكن جون وبنالتي يلغيه حكم وما بيرجعش للفار، في هنا كلام. دي واحد. اتنين، لحظه واحده في دي، في النقطه دي بس. في بعض الحالات التحكيميه، بعض الحالات التحكيميه الفار بيكلمه من بره، عارف القانون اللي هي الحاجات المكانيه اللي انت في المكان، الخطوط، الاوفسايد، هم اللي بيكلموا الحكم. البنالتي بيقول له تعال شوف، او الحكم او الفار يدي على طول على حسب التفاهم. لكن اللي انا بقوله لك واللي انا متاكد منه تماما، وانا زي ما انا شايف الكباتن كده قاعدين قصادي، ان الحكام اول حاجه مع النادي الاهلي بيقول لك اخليني احوط اللي هو الايه، ما اديش للاهلي. يعني الكرة لو في شك بنالتي ومش بنالتي ما يديهاش بنالتي، لو للنادي الاهلي لو في شك ان الكرة بنالتي او مش بنالتي على النادي الاهلي يديها ضد النادي الاهلي. ليه؟ لانهم دي فكرتهم. ماشي. الحكام دائما يا كابتن، انا عاوز اكمل النقطة دي، الحكام دائما عندهم فلسفة انك القوي حكم حتى ظلمه علشان تبقى عشان تتصيد، يتكلموا عليك كتير قوي. لحظة، ده حكم المدعي